بعد المجزرة الدامية التي أقدم عليها العدوان السعودي في مدينة موظفي وعمال محطة المخا البخارية، سارع سكان المدينة إلى النزوح الجماعي إلى أماكن أكثر أمنا لتبقى المدينة خالية من السكان. الطير، الشجر، البشر، الحجر هم أهداف ثابتة للعدوان السعودي في مدينة المخا السكنية لعمال محطة الكهرباء البخارية. قتل ودمر وشرد وأسفر، فالنزوح الجماعي لأبناء المخا من المدينة السكنية بعد يوم دام لا ينساه التاريخ ولا سكان المدينة. كما تشوف المدينة السكنية كلها عبارة عن خرابة، يضطر الناس أنهم يغادروها بنفس اليوم بدون أي سابق إنذار. أكثر من 3000 ساكن داخل المدينة في مربع صغير. والله يعني يوم لا يعني يوم قيامة صراحة. يعني الآن احنا والله نازحين، ناس للبلاد وناس للبارح وناس للمخاء، نزعوا كامل، يعني السكنية كامل نزل، هربوا الناس إلى جهة البحر وناس ذهبوا إلى وناس توفوا بنفس الوقت. حاولنا نحن نسعف من تبقى منهم، ولحد الآن في بقية منهم عدوا تحت الإنقاذ. مدينة خالية إلا ممن ينقلون أثاث صاحبه الذي قتل أو جرح، أو من بعض من عفى عنهم الوقت وكانوا غير موجودين أو بعيدين عن الكسر فمن مكان إلى آخر. ربما وجدنا أحدا يحدثنا عن يوم الفاجعة التي قضت على المدينة بأسرها وشردت كل من فيها. كناة اليمن اليوم وكاميرتها كانت قد تجولت في مدينة الأشباح التي دمرها تماما العدوان السعودي، وكما ترون وتشاهدون الآن نتجول ولم نقابل أحدا في هذا المكان إلا من كان ذاهبا أو نازحا إلى مكان آخر، ربما خارج المدينة أو إلى مكان ربما يبعد مئات الكيلومترات عن هذا المكان الذي يخلد ذكرى سيئة في نفسه. مدينة المخاء السكنية لعمال وموظفي المحطة البخارية أصبحت خاوية على عروشها، ولم يعد هناك سوى أطلال ليلى تبحث عن باكيها ليعيد لها الحياة في سفر للمجهول لكل من تبقى على قيد الحياة. محمد جميل، اليمن اليوم، المخاء، محافظة تعز. استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية موقع المالطة والقبة السعوديين بعد بعدد من الصواريخ، كما اقترح